السلام عليكم جميعا، يا رب تكونوا بألف خير. ايه رأيكم لو نعمل القرص مع بعض؟ دي عارفين القرص دي ايه يا جماعة؟ دي بتاعت الفرن اللي هي محشية سكر او سنيدة بالقرفة. دي بتبقى يعني قرص مميزة كده، بنجيبها من الفرن، بصراحة من احب الانواع بتاعت القرص. يعني الحشوة بتاعت السكر بالقرفة دي بتدي طعم كده وريحة بتبقى حلوة جدا. وشايفين عجينة القرص بتاعتنا، عجينة هشة كده وطرية، يعني بصراحة مقاديرها ناجحة جدا جدا. وايه، حاجات بسيطة قوي وموجودة من في كل بيت ومش مكلفة خالص، ويعني من مكونين ثلاثة كده صغيرين عملنا القرص اللي انتوا شايفينها دي. ايه رأيكم لو بسرعة نشوف القرص بتاعتنا دي اللي محشية سكر وقرفة زي بتاعت الفرن؟ بس اتمنى منكم يا ريت ما تنسوش بالشير والاشتراك وتفعيل الجرس، ويلا نشوف الطريقه. اوام اوام، يلا بينا. وعلى بركه الله وهنسمي بسم الله. مقاديرنا بسيطه جدا، معايا كوبايه من الميه الدافيه وثلاث كوبايات من الدقيق، دوت دقيق مخبوزات يا جماعه. ومعايا كمان هنا هو ثلاث معالق كبار من السكر او السنيده، ومعايا كمان خميره فوريه، وانا بصراحه بحب احط لها معلقه لبن بودره، وممكن تستغني عن معلقه البودره دي، بس هي دي كل مكوناتنا يا جماعه. هحط بقى على الثلاث كوبايات الدقيق او الفرينه، او زي ما انتم شايفين كده ثلاث معالق من السكر السنيده ممسوحين، ثلاث معالق من معلقه الاكل ممسوحين، وكمان نزلت خميره فوريه اهي، معلقه واحده بس زي ما انتم شايفين كده، وربع معلقه ملح، طبعا الملح ده بتاع كل المخبوزات، ونزلت كمان بمعلقه من الحليب البودر، وممكن تستغني عن المعلقه دي وما تحطهاش، بس انا بحطها بردك كقيمة غذائية للعجينة ولينا. وهبدأ ده اقلب ده كله، واخر حاجة بس هنزل بيها نص كوباية من الزيت. تعايري كده نص كوباية من زيت، بس ريت يكون زيت نضيف عشان يطلع طعم القرص بتاعتنا حلو. وبعد كده هعجن بالمية الدافية، طبعا انا معايا كوباية مش هنزل بالمية كلها، حبة حبة لحد ما الاقي العجين بتاعي استكفى. انا هنا اخدت معايا كوباية الا ربع من المية الدافية، طبعا انت هتحط حبة حبة لان كل دقيق بيختلف عن التاني، يعني ممكن تاخدي انت الكوباية كلها، لكن انا خدت كوباية الا ربع. وبدأت اعجن فيها كده، لو عندك عجان حطيها في العجان، ما عندكيش زي حالاتي اقعدي اعجني بقى كده. اعجني بقى فيها كده بتاع حوالي 10 دقايق كده، لان كل ما تعجني كل ما تديكي نتيجة حلوة، لحد ما تخليها زي ما انت ما شايفة كده ما بتلزقش في الايد خالص. هنرش بقى في الطبق بتاعنا رش الدقيق ونحطها، وبعد كده هنبدأ ان احنا نغطيها، وفي مكان دافي هنسيبها تخمر او يتضاعف حجمها. خلاص يا جماعة، بعد كده هنرجع لها زي ما انتم شايفين كده، لما عين بقى اديها الضعف تهيت، ولما بحط ايدي بص بتغرز ازاي، يعني معنى كده خلاص هي كده اختمرت. هبدأ بقى ان انا انزلها من الطبق بتاعي، وبعد كده اطلع الهوا منها كده واديها عجنتين كده واطلع الهوا، وبعد كده هبدأ ان انا ارش رشة من الدقيق بتاعي او الفرينة، وابدأ ان انا اكورها بالشكل ده، واجيب بقى القطاعة بتاعتي ولا السكينة، بس يعني افردها كده بسيط عشان اعرف اقطعها، وابدأ اقطعها على 8 كرات. يبقى الثلاث كوبايات الفرينة او الدقيق بتاعنا يا جماعة عملوا لنا 8 فطاير. وتبدأي بعدين انت ما عملتي كده، بس تحاولي تخلي الـ8 قد بعض، حاولي على قد ما تقدري. تبدأي بقى ترشي رشة دقيق، وتاخدي كل كورة وتكوريها بالشكل ده، وترش كمان دقيق تاني على الكور بتاعتنا، وهنغطيها بس ترتاح 10 دقايق، 10 دقايق مش اكتر. وتبدأي بردك تحطي كده على الترابيزة بردك دقيق، وتفردي كل بردك فطيرة تاني وتحطي على وشها دقيق. يبقى احنا يا جماعة بعد ما خمرت حطينا دقيق على الترابيزة وعملناها 8 كور وكورناها، وحطينا على الكور دقيق وسبناها 10 دقايق. بعد كده رجعنا تاني اهوت بردك فردناها وحطينا على الوش بردك دقيق، وهنبدأ ان احنا نركنها بردك تاني يا جماعة 5 دقايق تستريح. بعد ما استريحت وهي متبططة كده 5 دقايق، انا معايا هنا بقى ايه، معلقة من القرفة ومعلقتين من السكر السنيدة، دي معلقة قرفة يا جماعة ومعلقتين من السكر السنيدة، وقلبتهم في بعض. هبدأ بقى ان انا اخد بقى كل فطيرة انا كنت يعني مبططاها، هبدأ ان انا افردها كده، واخد كده معلقة من السكر والقرفة واحطهم والمها تاني، بس اهم حاجة تقفليها كويس قوي من تحت عشان يعني تقور معاكي وما تقفليش اهو.
يبقى انا يا جماعه كورتها في الاول ورشيت دقيق وركنتها 10 دقائق، بعدين بططتها وحطيت على الوش دقيق وسبتها 5 دقائق، وبعدين جبت الحشوه دي وببدا اكورها تاني اهو. تبداي تعيني الدقيق من على الوش وتحطي معلقه سكر وقرفه وتلميها كويس قوي من تحت وتقعدي تكوريها. بس انا مش هحط دقيق بقى تاني خلاص يا جماعه في المرحله الاخيره دي، انا هسيبها كده 5 دقائق تستريح بس مش هحط دقيق خلاص. انا معايا هنا يا جماعه سمسم، السمسم دوت مدياله تحميصه كده خفيفه. هبدا ان انا بقى اخد بقى دي اخر مرحله يا جماعه، ابدا اخد كل قرصه وابططها كده والسمسم من تحتيها عشان انا عايزه السمسم يلزق في وش الفطيره اهو. ويبقى هي كده جهزت معايا، هحطها في الصاج بتاعي اهو. تلمي كده السمسم كده على النص وتحطيه الفطيره بتاعتك وتبداي تفرديها كده. بصراحه يا جماعه دي من اطعم القرص واحلى قرص بصراحه، بيبقى طعمها مميز كده وحلو اهو. وتبداي تحطيها في الصاج بتاعك لحد ما تخلصي كل الفطير بالطريقه دي. ممكن تحطي ورق زبده فله في الصينيه، او ممكن تدهني الصينيه بس دهن الزيت وتحطيها على طول على الصينيه كده او كده، ما فيهاش مشكله. بعد يا جماعه لما بنخلص بقى الفطير بتاعنا كده اهوت وبنحطه كده في السمسم، انا دلوقتي هغطيه تاني واسيبه يستريح، مش هستريح لا، يخمر ساعه. بعد يا جماعه لما افرده دلوقتي كده انا هغطيه واسيبه يخمر ساعه. بعد ما خمر يا جماعه انا قيت البوتاجاز، واهم حاجه يكون البوتاجاز سخن قبل ما تدخلي الصاج بتاعك. يعني انا البوتاجاز بتاعي لما سخن دخلت الصاج بتاعي بعد ما خمر. انا دلوقتي على 180 ايده من تحت بس، مش ايده الشوايه لا، من تحت بس على 180 زي ما انت ما شايفه كده ما شاء الله. بص يا جماعه، بص نفخ وقب وبقى عامل ازاي. هتسيبيه كده يعني حوالي 10 دقائق، وبعدين يعني تسيبيه 10 دقائق على 170 وتتابعيه. اول ما تلاقي يعني بدا يبقى حلو كده استوى وبقى بمبه طلعيه، بس اول ما تطلعيه تغطيه 10 دقائق كده بفوطه. وبعد ال 10 دقائق زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله يا جماعه، والله العظيم زي بتاع الفرن واحلى كمان، وريحته في المطبخ مش عايزه اقول لكم ما شاء الله. القرفه والسمسم يعني بصراحه مطلعين ريحه جميله قوي في المطبخ ما شاء الله. شايفين يا جماعه قد ايه يعني القرص طالعه معانا هشه كده اهوت وقطنيه، بصراحه حاجه جميله وما كلفتناش اي حاجه في البيت، يعني عباره عن خميره وميه وشويه زيت، يعني احنا ما حطيناش اكتر من كده يا جماعه. وبقت معاكي القرص اللي بتجيبها من الفرن، بص يا جماعه قطنيه كده وهشه، بصراحة حلوة جدا واقتصادية ونتيجتها جميلة جدا ومقاديرها مظبوطة جدا جدا. اعملوها يا جماعة والله وتبقى ناجحة جدا معاكي من اول مرة زي ما انتم شايفين كده. شايفين النعومة بتاعتها حاجة كده خطيرة، ولا ما بتتاكل تاكل يعني، بصراحة طعمة جدا جدا. اتمنى ان انتم تجربوها واتمنى انها تعجبكم وصفة النهاردة. فما تنساش بالشير والاشتراك وتفعيل الجرس، واستنوني في وصفة جديدة ان شاء الله، والسلام عليكم.